والله جوزي يشتغل بوابير وصوبات، فتعلمت منه المصلحة، قمت أشتغل يعني تساعد مساعدة من شان شنو، من شان نعيش. قالت أنا ما تعرفنا، قامت تجيب لنا يعني من شان نشتغل ونساعد بعضنا. والله عندي 3 ولاد وبنيتين، والله ما يعني وضعنا حيل صعب. عندي ابنة كبيرة يعني ما يسمع، والله وحط عايزه عملية يعني ما بحالتنا شي نسويها. اي والله، وبغى زادين احنا 3 عيلات. يعني علمت المرأة والعيلة مشان أروح أشتغل بالمداخن برات البيت. من نزحنا على الرقة هذا هو السبب، هو اللي خلانا نلحق على أشتغل هالشغلة هاي، لأن ما نلحق. علمت العيلة وعلمت المرأة وعلمت الوليد.